نحيا على ضربات نارية في استاد دراغاو. 2-1 بورتو. لا شيء بيب غوارديولا. مرة أخرى خطأ قاتل. مش ممكن. واحدة من شابلونسو. الضغط من كواريزما. يغلط دانتي. يقتل دانتي منشن. أي كارثة يا دانتي عملت. خطأ آخر. وانقضاض آخر. والتنين يصطاد الكتيبة الحمراء. جول على اليمين من ضربة جزاء. والثاني راس راس باقتناص القناص ريكاردو كواريزما. يسعد ملايين العشاق لإف سي بورتو. الهدف الثاني. نتيجة مولعة. مباراة مولعة. قطع الأوراق. قطع الأوراق. لا حاجة لك اليوم. في الشوط الأول. تتهيا الكرة. العرضية. خطيرة والهدف الأول. إنهم الألمان. يعود الألمان. يضرب الألمان. يسجل عازف الجيتارة. عازف الجيتارة تياغو الكانتارا. في كرة من اليمين غدارة. البافاري الكتيبة الحمراء. متى عرفوا معنى الاستسلام؟ لم أقله من فراغ. لم أتكلم بفراغ. لم أحكي في الفراغ. تكلمت في المليان. ومن تاريخ مليان. وكورة في المرمى وجول مليان. الكانتارا جول دور ديل باير منشن. كورة جميلة جدا عن طريق جيروم بواتينغ. والمتابعة من تياغو جول. أي شوط أي إثارة. هدف مهم جدا للألمان. 2-1. 2-1 تياغو الكانتارا. ولا لا مقابل خروج ماريو جوتسي ولا ليفاندوفسكي. والدفاع كله ضايع. الدفاع كله ضايع. الدفاع ضايع. الدفاع ضايع. ضايع 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 ضايع. الدفاع ضايع. يا كواريزما هدف ثالث. الدفاع ضايع. هذا ولد صايع يسجل ثالث الاهداف في الدفاع الضايع. 3-1 يا معلم. هذا اللي قلناه. هذا اللي شفناه. هذا اللي رناه في 20 دقيقة لعب من الشوط الثاني. البنفاري يسلم مرة ثالثة. وبورتو